السلام عليكم متابعي القناة، نتمنى أنكم تكونوا في أحسن الأحوال. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نصاوب معكم الصومون في الفران. كيجي من اروع ما يكون، بواحد الشرموله لذيذه بزاف، سهل في التحضير، ما كياخدش الوقت، والمذاق ديالو جد جد مميز. بلا ما نطول عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير في بقيه الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول حاجة نبدأ بها هي الشرمولة. عندي هنا ثومة والربيع اللي قردتهم بحال هكا، يعني الثومة ما حكيتهاش غير بالموس، قردتها بحال هذا الشكل. غادي نديرها في هذا البول اللي نخلط فيه الشرمولة ديالي. الثومة راه درتها بزايد، يعني شي تقريبا 8 أو 9 دريوس بحال هكا. غادي نزيد ملح حسب الذوق، بزار ثومه غبره، واخا دايره الثومه بغيت نخرج مزيان داك الذوق ديالها، فغادي نزيدها حتى بودغ. عندي كذلك بصله غبره، شويه ديال عصير الحامض، وزيت الزيتون. صافي كنخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم مزيان. غادي ناخد شي لاطه د الفران اللي غادي نعمرو فيها، يعني غادي نطيبو فيها، وفي نفس الوقت غادي نبريزونطيو اولا نسربيو فيها الطبق ديالنا. عندي هنا بصيله صغيره قطعتها بحال هكا دوائر، غادي نجي نصففها بحال هكا في هاد اللاطه. فوق منها غندير بطاطا قطعتها بحال هكا رقيقه. طبعا هادشي كيبقى اختياري، يعني شي حاجه في هاد الخضر بغيتو تستغناو عليها يمكن لكم تحيدوها. غادي ننزل كذلك هكا لي شامبينيون فري قطعتهم بهذا الشكل. غادي نحط ورقات ديال سيدنا موسى، غسلتهم انا مسبقا، هادو كيعطيو واحد النكهه جد رائعه لهذا الطبق. وغادي ننزل الشرائح ديال الصومون. حبات ديال الطماطم، ماشي سوريز، انا استعملت هادي، يعني غير مطيشه كتسمى عنقوديه، مطيشه صغيره بحال هكا، كتكون ألد صراحة من لي طوماط سوريز. غادي نمشيو ناخدو دابا هاديك لاصوص ديالنا. لاحظوا معايا ما درت لا ما لا حتى حاجة، يعني فقط هاد الشرمولة مع الزويته ديالها والحامض. أول حاجة كنزلها فوق من الصومون، نحاول نشرملو مزيان. وداك الباقي ديال الشرموله كنزلو بحال هكا مع الجناب، باش في الطياب كتاخد لي هذيك الخضر من اللذه ديالو. في هاد الوقيته عندي الفران سخون، غادي ندخل الطبق ديالي للفرن، كنشعل عليه من الاسفل في الاخير، في الاخير ديال الطياب كنزيدو نشعلو شويه من الفوق، وكنخليوه يعني على واحد النار اللي تكون متوسطه تقريبا واحد 190 درجه بحال هكا، كنخليوه حتى جميع المكونات كطيب مزيان. ورا ديك البصيله غطلق لي شويه د الماء، ولكن نحاولو نخليوه يوقف مزيان.
إذن هذا هو الشكل ديال الطبق ديالي من بعد ما خرج من الفران. شوفوا الطياب ديالو كيف كيجي والرائحة جد جد رائعة. دابا صافي غادي نمشيو نقدموه. اذا كان هذا هو الشكل ديال الطبق ديالنا. كيف ما كتشوفوا معايا كيشهي غير من المنظر، الريحه ديالو رائعه جدا، وهذيك الثومه كتعطيه واحد المذاق خطير فعلا. الحوت كيجي لذيذ، وحتى الخضر اللي معاه بديك الطيبه ديال الشرموله، وكذلك هذاك السومون اللي كيطلق داك اللدام ديالو والذوق ديالو كتجي جد جد رائعه. نتمنى انكم تجربوه، اكيد اكيد ما غتبقاوش تستغناو عليه. نتمنى الوصفة والفيديو ديال اليوم يكونوا نالوا الإعجاب ديالكم. إلى عجبكم ما تبخلوش عليا بتشجيع، لايك، تعليق، بارطاج ديال الفيديو مع الأصدقاء ديالكم. الناس اللي كيشوفوا القناة لأول مرة مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. شكرا على المشاهدة، نتلقى مرة أخرى إن شاء الله في فيديو آخر ومع شي واحد أخر.